يقول أنا مقصر لحيتي ولست حالقها وأقصرها على ممسك رؤوس الأصابع، فقال لي والدي لا تقابلني حتى تعفي لحيتك. ها؟ يقول أنا مقصر لحيتي ولا أحلقها وذلك على ممسك رؤوس الأصابع، فقال لي والدي لا تقابلني حتى تعفي لحيتك. تعفي لحيتك. وسمح لي بسلام السنة أن أسلم عليه من بعيد، فبماذا تنصحني يا سماحة الشيخ، وما هو الصحيح في أمر اللحية؟ ما هو الصحيح؟ الحق، الحق في اللحية أن تعفى وأن تترك ولا يتعرض لها، لا بقص ولا بنتح ولا بحلق لا غير ذلك، بل تعفى. قال صلى الله عليه وسلم أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرسلوا اللحى، وفروا اللحى، كل هذه أوامر من الرسول صلى الله عليه وسلم. فوالدك معه الحق في هذا، معه الحق في هذا، أن تترك لحيتك جمالا لك وزينة لك، وهي عضو من أعضائك، كيف تعاديها؟ كيف تعاديها؟ إلا أن الشيطان يزين لك هذا، وجلساء السوء والتقليد الأعمى هو الذي حملك على هذا، فعليك أن تتوب إلى الله وأن ترجع إلى رشدك وأن تقبل نصيحة والدك